السلام عليكم. دلوقتي عايزين نعمل لعبة ان يبقى في مثلا اخطبوط وفي سمكات، وكل ما يخبط سمكة ياكلهم ويبدأ عندي عداد يظهر بالشكل ده. تمام. طيب هنعمل ايه؟ اول حاجة هنقول له نيو وورلد، نبدأ من الصفر خالص. حيات. طيب عايز اخلي الارض تطلع شوية، فممكن اجي هنا واروح مغير الشكل بتاعها لمربع، واكبر المربع من خلال ان انا بدوس سهم يمين. طيب وعايز بقى ايه؟ ابدا اعمل زي حفره كده في النص، فاقول له انا عايز الدايره، واروح دايس الدايره ديت شمال عشان تصغر بالشكل دوت، ادوس يمين عشان يعمل الاوبننج بتاعتها، يعمل الفتحه. طيب دلوقتي بقى عايز اضيف الميه. طيب الميه دي بقى عايزين ايه؟ هحط السمك، بس قبل ما احط السمك ابدا اعمل له المسار اللي امشي فيه. رايت كليك. طيب دلوقتي هبدا اضيف السمكه اهوت، اجي هنا واقول له اد اوبجكت، واروح قايل له ضيف لي الفلاي فيش. طيب الفلاي فيش عايز صغرها شويه عشان تعرف تنزل، فاقول له شينج سايز. تمام بالشكل دوت. عايز تكبرها سيكا شوية، طيب السمكة دي عايز أبرمجها، فهقول له من خلال ال احنا عايزينها تفضل شغالة على طول، فهقول له أولوز دايما، هقول له خليها تتحرك على المسار موف اون باس كويك. تمام، هي كده اتبرمجت انها اول ما نحرك تبدأ تشتغل في المسار. تمام، ممكن نيجي هنا ونقول له روتيت ونلفها زي ما احنا عايزين. تمام، وشينج هاي لو ينفع ان احنا ننزلها شوية كمان ننزلها. ممكن نقول له دي كوبي وهات لي بيست وهات لي بيست. تمام. طيب نجرب اللعبة، كلهم بيتحركوا اهوت وبيمشوا في المسار. طيب دلوقتي انا عايز اضيف حيوان الاخطبوط ياكلهم، هاجي هنا واقول له اد اوبجكت. انا مش عارف الصراحة ايه اللي ممكن ياكل الفلاي فيش، فهنخلي الاخطبوط. ممكن تغير السايز بتاعه اللي انت حابب. طيب انت عايزه بقى يتحرك بايه؟ احنا عندنا حاجات كتير ممكن يتحرك بيها، فانا ممكن اقول له اتحرك بالكيبورد بالاروس، اعمل موف كويك. طيب عايز اقول له بقى لما يخبط في السمكه تمام، خبط في السمكه هيحصل ايه بقى؟ هيحصل ان هو ياكلها. كلام سليم، خبط في سمكة فكلها. تمام. طيب عايز اقوله بقى ابدأ عد. تمام، فاقول له لما يخبط في السمكة اللي هي بومبيد فراي فيش، خش بقى في الجيم واقول له سكور الريد، هقول له بوينت 01، هياخد نقطة. ممكن نبرمج حاجة تبقى نقطتين تلاتة. طيب تعالى بقى نشوف بقى اللعبة تمشي ازاي. كلهم بيتحركوا والاخطبوط بقى ايه؟ انا بحركه بالاسهم، انا بحاول ابعد عن السمكة دي، يعني انا لسه ما بحاولش اصطادها. لو عايز اصطادها اهو، ايه كده انا صطادها. فلعبة سهلة والارقام موجودة اهي في الجنب 1 2 3. تمام، وتقدر على فكرة تحرك الكاميرا كده بحيث ان انت تبقى تحت الميه. عن 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 هاتها 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 ايه.